ان كان السوري او الفلسطيني قدروا يعملوا ببلادنا يلي عملوه لانه نحنا كنا مرتين، لانه نحنا ما كنا مسؤولين، لانه نحنا كنا ملتيين بالسمسرة بالتجارة بالزعبرة وبكل ما هو بعيد عن الاخلاق والقيم، بينما كان الغريب من سوري وفلسطيني عم بجرب يتطول على قيمنا، عم بجرب يتطول على حضارتنا، ونحن كنا بعاد عن كل المسؤولية، ومنشان هيك صار فينا يلي صار.